بتبدأ تتعلم 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 كل ما تكبر. لو بطلت تتعلم هتثبت، هتلاقي نفسك ثابت. بعد الثبات ما هي المقامات؟ والضحى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى، حزينة. والضحى والليل إذا سجى. التدرج مش مظبوط. كده نظبط تاني. كمان. كده طلعنا ستة. السلم كله على بعضه. ننزل الثمانية تاني.
الاسم ده مظبوط؟ مش هتعرف ايه ده مظبوط. ليه؟ لان ده الحروف الابجديه للمقام. لو ما قلتش ا ب ت س صح هتعرف تقرا وتكتب؟ لا، يبقى لازم تتعلم سلم المقام. ده اول حاجه. تاني حاجه مفتاح المقام. يا سيدي يا يا سيدي يا يا سيدي يا يا سيدي يا رسول الله رسول الله يا سيدي يا يا سيدي يا رسول الله رسول الله يا سيدي يا لما سموت لما سموت بمدح الله قرآنا بمدح الله قرآنا بمدح الله قرآنا بمدح الله قرآنا بمدح الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هنبدأ نتمرن أو نطبق على مقام الرصد كل واحد لوحده. القارئ المرتل هيرتل، القارئ المجود هيجود، والمبتهل هيبتهل. جاهزين؟